نحن لا نستطيع أن نتجاهل الواقع ولا نستطيع أن نتجاهل ما نطرح وما طرح وما تعرضت له جامعاتنا من أساتذة أتوا بأفكار لا تمت إلى ما عليه أهل السلف وعلماء السلف. هذا الفكر المنحرف الذي ابتدأ ينتشر في المملكة، ابتدأ ينتشر في المدارس، ابتدأ ينتشر في المساجد، ابتدأ ينتشر في كل مكان، حتى الآن عندنا يعني في فضائيات تدعو إلى هذا الفكر المتجدد التكفيري، عندك معسكرات، عندك مخيمات، هناك أناس في أجهزتنا الحكومية من يمررون هذه الأفكار ومن يعاونون ويساعدون على انتشارها وإفشائها. يعني تجد للأسف الشديد الآن انتشروا في مساجدنا، انتشروا في مدارسنا شباب صغار من 15 سنة إلى 20 سنة، إلى كل هؤلاء يعني يحاضرون وكأنهم علماء وكأنهم كبار العلماء. في بعض الأحيان هؤلاء الشباب الصغار الذين يوجهون الذين يدعون الذين يسمون أنفسهم دعاة يسيئون حتى لكبار علماء المملكة ويهاجمونهم. طيب كثيرا بالضبط، وهذا كنت أريد أن أسألك عنها. كانت دراسة هذه الظاهرة التي انتشرت في المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد وفي الكليات أن المدرس أو الأستاذ لا يدرس فقط المنهج المعلن الذي هو مكتوب ومقر ومعتمد من قبل الوزارة ومن قبل الدولة، إذن هل وإنما له أفكار يمررها عن طريق وجوده مع هؤلاء الطلبة في فصل واحد مغلق عليهم الباب، أو وجوده معهم في المعسكرات وفي المخيمات وفي الأنشطة التي تسمى أنشطة لا صفية. علينا أن نحفظ أولادنا من هذا التسيب وهذا الضياع والانخداع، لأنهم خدعوا شباب المسلمين في الفترات الماضية تحت مظلة العمل للإسلام، تحت مظلة الجهاد، تحت مظلة العودة إلى الصحوة الإسلامية، خدعوا الشباب بهذه المسميات. فعلينا أننا ننتبه لأولادنا وأن نأخذ بأيديهم وأن نحذر من هذه الفئات الضالة ومن مصائد الشيطان شياطين الإنس والجن. علينا أن نحذر من هذا الفكر الذي يتخلل بين المسلمين ويقتنص الجهال والأغرار والشباب. علينا أن نسد الطريق عليه وننتبه له. في الحقيقة أن الجماعات هذه جاءتنا وعملت يعني حركات في البلد، حركات سيئة لأنها تستقطب وبخاصة الشباب، لأنهم ما يبون الناس الكبار هذولا قبل منهم ما لهم فيهم شغل، لكن يجون أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الثانوي وأبناء المدارس في الجامعات، وهكذا بالنظر للبنات أيضا. في دعوة الآن في جماعة الإخوان المسلمين وفي دعوة لجماعة التبليغ إلى حتى في مدارس البنات. وإذ تعلن وزارة الداخلية ذلك لترفق بهذا القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات التي يشملها هذا البيان، وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في العراق، داعش، جبهة النصرة، حزب الله في داخل المملكة، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الحوثي، علما بأن ذلك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات فكرا أو قولا أو فعلا، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف. مجموعة نايف بن خالد الإعلامية، بيان الحقيقة هدفنا
والتقنية الحديثة وسيلتنا.